أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تطورات الأحداث في أبين وعودة نشاط تنظيم القاعدة. قتل 17 جنديا على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم لعناصر تنظيم القاعدة استهدف نقاطا ومعسكرا لقوات الحزام الأمني في محافظة أبين. وبحسب مصادر أمنية فإن مسلحين من تنظيم القاعدة شنوا هجوما عنيفا على معسكرات تابعة لقوات الحزام الأمني في وادي الخيالة، وهو ما أحدث حالة من التوتر بعد سقوط المدينة وانسحاب القوات الأمنية. وبحسب المصادر فإن قوات أمنية مشتركة دخلت مديرية المحفظ وتمكنت من فرض السيطرة عليها بمشاركة طيران التحالف. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما دلالة عودة نشاط القاعدة في هذا التوقيت بالذات؟ وهل أصبحت القاعدة فزاعة يتم استثمارها في أوقات معينة أم أنها تتحين الفرصة المناسبة لتشن ضرباتها؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. أبين المكان المعروف لغزوات القاعدة والساحة المناسبة للعبة الإرهاب متى ما اقتضت الحاجة للعب وخلط الأوراق، ويبدو أن الوقت أضحى مناسبا لبدء جولة جديدة من اللعب أو من الحرب على الإرهاب أو من حرب الإرهاب على الوجود العسكري لقوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات. ليس المهم التوصيف بقدر ما يقتضيه الحدث من توقف لبحث تفاصيله وأبعاده. وفي التفاصيل تحكي مصادر أمنية لقناة بلقيس أن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة على كافة المواقع العسكرية التي سقطت بيد عناصر تنظيم القاعدة في مديرية المحفظ شرق محافظة أبين، مضيفة أن المسلحين شنوا هجوما عنيفا على معسكرات تابعة لقوات الحزام الأمني في وادي الخيالة، وهو ما أحدث حالة من التوتر بعد سقوط المدينة وانسحاب القوات الأمنية. وبحسب المصادر أيضا فإن قوات أمنية مشتركة دخلت مديرية المحفظ وتمكنت من فرض السيطرة عليها بمشاركة طيران التحالف. الشاهد في الأمر أن عملية المحفظ جاءت بعد يوم واحد من تفجير قسم شرطة الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة الذي تبنته داعش، والذي تزامن أيضا مع الهجوم الصاروخ لميليشيا الحوثي على معسكر الجلاء، ما يعني أن العاصمة المؤقتة وما حولها عادت مجددا إلى مربع الصراع. إذن لمناقشة تطورات الأحداث في أبين وعودة نشاط تنظيم القاعدة معنا بداية من القاهرة ينضم إلينا من هناك المحلل السياسي وضاح الجليل. سيد وضاح، بداية ما قراءتك لعودة نشاط تنظيم القاعدة في العاصمة المؤقتة عدن وأيضا في محافظة أبين مؤخرا؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. من المؤكد أن تنظيم القاعدة الذي شنت عليه الكثير من العمليات الأمنية خلال الأربع سنوات الماضية لم يكن قد أنهي تواجده بالكامل، إضافة إلى أن لهذا التنظيم الكثير من الخلايا والكثير من الأنشطة التي كانت تتم في السر وبعيدا عن الأضواء وتحضيرا لإعادة التموضع والظهور مجددا، وهناك الكثير من القوى المحلية وأيضا الإقليمية وربما الدولية التي تعمل على إعادة إنتاج تنظيم القاعدة وتسهيل تواجده وظهوره ومن ثم منحه مساحات للسيطرة ليسهل بعد ذلك أو ليكون مبررا لتنفيذ الكثير من الأجندة، منها التدخل ومنها الابتزاز وغير ذلك. من الواضح أن أكثر من يستفيد حاليا من وجود تنظيم القاعدة وظهوره وعودته هو تنظيم جماعة الحوثي، هذه الجماعة التي قدمت وتقدم نفسها للغرب وللقوى الدولية الكبرى بأنها تحارب جندي أو تقدم السابق أن جندي لمحاربة الإرهاب في اليمن والمنطقة،
دائما ما تقدم إشارات لهذه القوى بأنها ستعمل على حماية مصالحها في المنطقة مقابل السماح لها بالبقاء والضغط على مختلف القوى المحلية والإقليمية المناهضة لوجود هذه الجماعة لفرض تسوية سياسية أو إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، وذلك لبقاء هذه الجماعة، أقصد جماعة الحوثي، لبقائها واحتفاظها بما حققته من مكاسب خلال السنوات الماضية من خلال الانقلاب والحرب. وهناك فراغ أمني كبير ما يزال حاصل في المحافظات الجنوبية برغم أن مضي 4 سنوات على تحريرها من جماعة الحوثي، إلا أن هناك فراغ كبير حاصل، ما تزال هناك الكثير من الاختلالات، الدولة لم تستطع فرض سيطرتها بالكامل، إضافة إلى وجود قوى لم تصل إلى توافق مع الدولة ولا تسمح للدولة أيضا بفرض سيطرتها وبسط نفوذها. في المقابل هناك تجاذبات إقليمية في المحافظات الجنوبية، لكن ما زلت أؤكد أن وجود تنظيم القاعدة في هذه المحافظات هو ضمن الأجندة ولعبة مخابرات قوى إقليمية ودولية. تنظيم القاعدة لديه تواجد كبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في محافظة البيضاء وفي منطقة رداع، ومع ذلك هاتين المنطقتين أو هذه المحافظة، محافظة البيضاء، لم تشهد عمليات من جماعة الحوثي أو سواه لتنظيفها من جماعة أو من تنظيم القاعدة. يتم التركيز على المحافظات الجنوبية، وذلك لأن وجود تنظيم القاعدة أو ظهوره في هذه المحافظات يخدم جماعة الحوثي ويحقق لها الكثير من أهدافها، ويسمح أيضا بابتزاز مختلف القوى داخل وخارج اليمن بهذا الشكل. نعم تفضل. نعم وضاح الجليل، تفضل بالبقاء معنا. تحدثت عن عودة نشاط تنظيم القاعدة مرتبط بأجندات ولعبة للمخابرات، سنعود لنناقش معك هذه النقطة. وننتقل إلى عدن، معنا من هناك فهمي السقاف المحلل السياسي. بداية سيد فهمي، ما الذي حدث في أبين وكيف قرأتم ما حصل هناك؟ الذي حدث في أبيان طبعا، أولا مساء الخير عليك وعلى مشاهدينا الكرام. اللي حدث في أبيان لا يمكن أن نطلع عما يحدث في الوطن بشكل عام، وما حدث في عدن بالأمس. نقول كلها مترابطة، المسائل الأمنية كالسلسلة يعني، كل حلقة مربوطة بأخرى وهكذا. فالمشكلة الانفلاق أو القرار الأمني موجود ليس من اليوم، هو من 2015 اللهم أنه ازداد بين حين وآخر فترة، ازداد فيها فترة خمس سنوات إلى حد ما وهكذا. طبعا هذه القاعدة تظهر عادة عندما تسوء الأمور، عندما تسوء الأمور أكثر من الناحية الأمنية وتنزلت وهكذا، تظهر القاعدة وتظهر براتها. المشكلة تكون يا أستاذ إنه ما فيش إدارة أمن واحدة موحدة، غرفة عمليات الأمن واحدة موحدة تستطيع أن تضبط أو تمسك بالملف الأمني للأسف الشديد. هذا ناتج عن خلل العلاقه بين التعاون والشرعيه. بالتاكيد يعني سنرى الانفلات الامني، سنرى كل الاحداث هذه حدثت بالامس، ما حدث بالامس هو تكرار ما حدث في نصف العام فاقدا دوليا يعني، وممكن تحدث حوادث اخرى غيرها مشابهه لها يعني. نعم سيد فهمي. نعم سيد فهمي، ما دلالة يعني عودة هذا النشاط في هذا التوقيت بالذات؟ والله عودة النشاط يعني تمت القاعدة، أعتقد أنه هناك من يحركها أو من يحركها لا يمكن أن يكون بعيد عن المشهد السياسي الآن الموجود حاليا. أولا القاعدة للأسف الشديد استخدموها كثيرين، ولو رجعنا الى ما دخلته الصحافه الامريكيه قبل بضعه اشهر، حيث استعانت كل من التعارف والشرعيه بالقاعده للقطاع معهم وصولهم، يعني تمام الامر اوكي تحسين حاصل. يعني نتيجه من تغيير هذا التزاوج الغير مشروع او التفاصيل العنيف بين كل هذه المكونات، يعني يمكن على خريطه مسجل بالتاكيد. نعم سيد فهمي، تفضل بالبقاء معي. ننتقل إلى ضيفنا من القاهرة المحلل السياسي وضاح الجليل. وضاح، تحدثت
عن أن المستفيد الوحيد هو الحوثي مما يجري في مما جرى في عدن وأيضا مما يجري في أبين، وأيضا تحدثت عن أن هناك قد تكون وراها أو تقف خلفها تسوية سياسية، وأنها ضمن وأن عودة القاعدة ضمن الأجندة ولعبة مخابرات كبيرة. ما دلالة يعني تزامن هذا النشاط بالهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على العاصمة المؤقتة عدن التي راح ضحيتها ما يقارب 49 قتيلا أو شهيد؟ نعم، ليس بالضرورة أن يكون الحوثي المستفيد الوحيد، لكنه المستفيد الوحيد محليا. هناك أطراف تستفيد، أطراف أخرى تستفيد من هذا الشأن، وهي أطراف إقليمية ودولية، لكن محليا الطرف الوحيد الذي يستفيد من ذلك هو جماعة الحوثي. دلالة هذا التزامن من المؤكد أنها أن هناك ترابط بين كل ما يحدث. ليس الأمر لم يحدث اعتباطا، جماعة الحوثي تنفذ ضربة صاروخية على معسكر يضم قيادة في قوات الحزام الأمني في عدن، مع إهداف مركز للشرطة أيضا بعبوة ناشفة أو بسيارة مفخخة، إضافة إلى ذلك عودة نشاط تنظيم القاعدة بهذه القوة في محافظة أبين. كل هذا يشير إلى أن هناك أجندة كثيرة في المشهد حاليا. هناك استحقاقات كثيرة يتم فرضها، وهناك تحالفات إقليمية جديدة بشأن ما يحدث في اليمن، خصوصا مع الكثير من الاختلالات التي تعاني منها أو يعاني منها التحالف العربي في اليمن، وعدم الوصول إلى صيغة موحدة للتعاطي مع الأوضاع الأمنية والاقتصادية أيضا والخدماتية في هذه المحافظات، وعدم وجود قيادة واحدة. وهناك خلافات أيضا مع الحكومة الشرعية ومع القوى المحلية في هذه المحافظات، الأمر الذي أوجد الكثير من الفراغات والاختلالات، إضافة إلى المكايدات في هذا الشأن، وهو أيضا ما يسهل لمخابرات مثل المخابرات الإيرانية لتقديم الدعم والدعم المالي واللوجستي لمثل تنظيم القاعدة، إضافة إلى أن دول أخرى أيضا من المؤكد أنها تقدم هذا الدعم لتنظيم القاعدة وتعمل على تعزيز نفوذها. في المقابل هذه الضربة الصاروخية التي نفذتها جماعة الحوثي لها فائدة أو رسالة تريد أن توصلها جماعة الحوثي والأطراف الداعمة لها، بأنه لا يمكن القبول بأي محاولة لتهميش جماعة الحوثي أو إبعادها عن المشهد أو طرح تسوية سياسية يتم من خلالها تقليص نفوذ جماعة الحوثي، طالما وجماعة الحوثي قادرة على الضرب بمثل هذه الطريقة وبمثل هذا في هذا الشكل وفي العاصمة الاقتصادية أو العاصمة المؤقتة على نعم تفضل. نعم وضاح الجليل، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة. إذن أهلا بكم مرة أخرى مع مناقشة تطورات الأحداث في أبين وعودة نشاط تنظيم القاعدة. معنا من عدن فهمي الثقافة المحلل السياسي. كنت قد سألتك سيد فهمي، هل يمكن القول أن المحافظات الجنوبية تعيش حالة انكشاف مؤخرا، خصوصا أن تم الإعلان عن أن محافظة أبين أنها خالية من تنظيم القاعدة في الفترة السابقة؟ يا أستاذ، المحافظات الجنوبية عموما وأبين طبعا وأبين فيها تعيش حالة انكشاف أمني، حالة انفلات أمني مش من اليوم، من 2015 يعني واضح ما كان أن نطلق على الاغتيالات التي شهدتها عدن تكون بشكل يومي خلال الأسبوع الماضي، بس خلال الأسبوع الماضي. هل يمكن هذا أمن؟ لا بالعكس، هذه الاغتيالات مع أنه أمن منسلك أمن واحد مع وبالتالي ما نقدر فقط هو من اللي حكم انه هذا الشكل من شركه اختيار قضيه الى اختيارات معينه سواء بالتفجير او بالقصف، وتعددت فقط الاشكال يعني هو مطرح واحد كمان. وبالتالي الاشكال يكمن بالتعارف الشرعيه، على التعارف الشرعيه ان يحسموا موضوع الملف الامني وان تكون قياده واحده محترمه وعمليات واحده. بدون هذا ما يقدر يكون
وتصبح حين اخر لاسباب محدده واخره زي سمر النظر. الامر يحتاج الى حل جذري فعلي لموضوع الامن. نعم سيد، هل لما حدث في أبين له علاقة بما حدث في عدن؟ هل هناك تنسيق بين القطبين إذا صح التعبير، ما بين العناصر الإرهابية وأيضا ميليشيات الحوثي لتوقيت الأحداث التي حدثت في عدن ثم تصاعدها في أبين؟ اولا انا طبعا حتى اللحظه لما تابع انه جهه معينه الرعد او غيرها اعلنت مسؤوليتها عما حصل في شرطه الشيخ عثمان. حسب معلوماتي حتى اللحظه هذه لم تعلم جهه معينه مسؤوليتها عما حصل في شرطه الشيخ عثمان. مع ان بصمه الحادث تشير الى انها عمليه مماثله من العمليات اللي تعملها الجماعات الارهابيه ان كانت قاعده او داعش وغيرها. فهذا جانب. العمليه اللي حصلت في معسكر جلابي عدن الصغرى في صلاح الدين جماعه انصار الله اعلنت مسؤوليتها عنها وبالتالي الامر اصبح معروف. اما عودا الى ما حصل في محافظه ابين يعني غير انه قاعده وراء الحادث وبالتاكيد القاعده طبعا كانت لها معسكر في المنطقه نفسها في المحدد وكانت تقريبا مهمه فيه بشكل دائم. اللي حصل انه هذه الجماعه تظهر تقتل اذا حد يستطيع ان يبرر ويبرر عمليه اقتضائها فتجد الاسباب مختلفه. يعني كانت داخل المقله مسيطره على حضرموت ساحل كل ما باكملها القاعده. يعني عشية الوضحاء أطلق تعرف أنه قد حرر القاعدة حرر حضرموت من قرية القاعدة وراشد إدارة اقتلت دون أن يظهر يعني من القاعدة لا قتلى ولا جرحى ولا أسرى ولا شيء. يعني عملية من أشرف أفلام جميل. نعم. وبالتالي تتراجع بعد أصحاب الأمريكية وآخرة يقول أنه تم الطبقة على مدى الناس جماعات موحدة ومواطنين يعني داعش من الحارس و من بركه ورعايه امريكيه يتصال معهم في سوريا. نعم. وبالتالي من استطاعنا تواصل مع جماعات يعني تستطيع ان يحركهم هي الاشكال. نعم وضحت الفكره سيد. نسيم مين فايح وحاسم ومحدد وجدري يحصل بين التحالف والشرعيه، التحالف والشرعيه عليهم ان يحسموا خلافاتهم ويحلوا بيوتهم وحفظوا امن الناس واستقرارها. نعم. وضحت الفكرة سيد فهمي السقاف، كنت معنا من عدن المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى الناشط الحقوقي محمد الأحمدي معنا من اسطنبول. سيد محمد، بداية ما دلالة عودة نشاط تنظيم القاعدة في هذا التوقيت بالذات؟ مرحبا بك أخي سالم والمشاهدين. في الحقيقة جماعات العنف المسلح في اليمن مشكلة مزمنة، لكنها اليوم تبدو أحد مظاهر فشل التحالف السعودي الإماراتي في اليمن وفشله في الالتزام بمسؤولياته في دعم الحكومة الشرعية وتعزيز حضور الدولة وذهابه باتجاه حسابات ضيقة ألقت بظلالها على الكثير من الملفات بما في ذلك الملف الأمني والعسكري. شهدنا خلال اليومين الماضيين هجمات دامية في عدن وفي أبين. في عدن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم على معسكر الجلاء، وكان هذا الهجوم بالتزامن مع هجوم آخر على مركز للشرطة تبنته داعش، لكن في المحصلة داعش اليوم أصبحت أيضا حتى ما يتعلق بالبيانات الصادرة عنها عادة ما يشوبها الكثير من الغموض والاستثمار السياسي لملف الهجمات وظهورها في توقيتات أو في أحيان محددة من شأنها أن تثير حالة من الارتباك في المشهد، يعني كما شهدنا سرقا. جماعة العنف كما أشرت في اليمن حالة مزمنة، شهدنا من قبل سيطرة للجماعات المسلحة على مدن كبرى، اليوم نحن نشهد حالة قاتمة في البلاد بسبب سيطرة جماعة عنف مسلحة على السلطة وجر البلاد إلى أتون حرب، أعني تحديدا جماعة الحوثيين. الحقيقة أن هناك استخدام دائما لورقة الحرب على الإرهاب واستخدام للإرهاب في سياق المكايدات السياسية أحيانا،
ولحساب استثمار سياسي في بعض الأحيان استخدمها صالح على سبيل المثال للمقايضة على بقائه في السلطة، واستخدمتها ميليشيا الحوثيين لتبرير انقلابها على الدولة اليمنية وقمع المعارضين السياسيين بوحشية مفرطة، وتستخدمها دولة الإمارات أيضا كغطاء لها في دعم مسار الثورات المضادة والانقلابات والحرب على القوى الإسلامية المعتدلة التي تؤمن بالديمقراطية. وبالتالي اليوم هذه الهجمات التي شهدتها مديرية المحفظ من قبل تنظيم القاعدة لساعات، ثم استعادة السيطرة على المواقع التي كانت قد داهمتها العناصر تنظيم القاعدة، جزء من أيضا حوادث متكررة أو سلسلة متكررة من حوادث الهجمات التي شهدتها محافظة أبين لعناصر القاعدة خلال السنوات الماضية، تحاول اتباع يعني أسلوب في الهجوم والسيطرة المؤقتة على مواقع أمنية أو عسكرية تحصل خلال هذه الهجمات على أسلحة وعتاد، ثم ما تلبث أن تفر باتجاه الجبال كما أشار إلى ذلك مصدر أمني. شكرا. نعم شكرا محمد الأحمدي الناشط الحقوقي، كنت معنا من إسطنبول، وشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لكم التحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء.